انا كثير كنت احب هيك. ما لازم نحطه بالبراد، اطيب. ما تحطه، ما تحطه. اسين انا بحبه اطيب. اسين اطيب. لا خليه برا احسن. انه بحبه برا انا اكثر يعني. مثلا ماذا دق بدك دق شغله بتي دقه تقطع لك اخر سؤال وفلان. هي سؤال اعقيم سوحكم. هي سؤال حسالكم اياه هلا. اهم سؤال بالنسبه لي انا، لانه انا هلا كثير بطمني انه انتم مضبوط تعلمتوا قيمة القعدة هون بالأكاديمية. كتير مهمة، كتير كتير مهمة، كتير مهمة. يا بدأ هذا؟ شو هذا؟ جورج لا سمعت صوت. جورج أنت سمعت رح تاكل ولا لا؟ في صوت والله. هي في صوت لك جور. هذا الاي سي شفطه. لا الاي سي اشباح بالاكاديمي. طلع الاي سي سحب. هاي اشباح بالاكاديمي. هذا الشبح سحب اي سي. يلا هاي اغنيه اشباح بالاكاديمي يا شباب. اغنيه كلمات الحاني عملت تجديد. لو تشوفي حالي عملتها بالاكاديمي هون. اسمع كنت قايل لي اياها نو بلا كان بس. هلا لا ركز شو بدها حلوه. بس انا بقول قول لي قول لي هذا هيك دق لي. انت شو بدك؟ ربعه اول جزء. ليه؟ لانه بدي اسالك سؤال وفل. تعبت عن جد تعبت شباب. بكره عندي شغل الساعه 7 الصبح كمان. يا صح. لو تشوفي حالي من بعدك حالي مش حالي. 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 حالي عدمني الحال مشتاق ومالي حال. دايم يذوق الويل يذوق الألم. حلوة عشان انت قلت اولها بس. حلوة كثير عن جد والله. اوكي هذا اهم سؤال سألنا. اول عطونيك. يلا الفرسان الكينج ثلاثة. ألبسك هاي الكينج جيب لك اياها انت حبيبي. انا لبسها على طول يا حبيب قلبي. والله جورج طيب حبيب قلبي. أنا بهمني شغلة إنه أنا بسميكم فرسان ثلاثة وأنتوا ضليتوا لآخر شيء وأنتوا أكثر شيء ضليتوا مع بعض وأكثر شيء يعني خلطتوا مع بعض ويمكن أكثر شيء حسيتوا حالكم إنه صرتوا قراب مع بعض which is normal لأنه صاركم أكثر شيء جمعتين ثلاثة مع بعض لوحدكم نورمال. بس بهمني شغلة ثانية إنه إذا تعلمتوا مضبوط قيمة البراذرهود والكامرادري اللي اخذتوه هون. يعني هل مضبوط انتم تعلمتوا قديش مهم الصداقه تبعكم وقديش مهم الاخويه اللي انتم عشتوها هون بالاكاديميه واذا حطبقوها برا؟ هلا اجى السؤال الكبير اللي هو كثير مهم بالنسبه لي. واحد منكم مشي حاله كثير منيح، الباقيين ما عم بيقلعوا. حبيب قلبي يا جورج اسئلته دائما ما عم بيقلعوا. بتساعدوا؟ مش بتساعدوا. شو بتعمل له لصاحبك يلي ما عم بيقدر يقلع؟ حقيقة قديه بتعطيه من وقتك؟ قديه مستعد تضحي من شهرتك تتوقف حده تهو يرجع يقدر ينطلق ويبين؟ كل واحد بدوره. نبدأ من عندي. حقيقة كويدر جورج انت كوادر معروف. فرجيني جورج. والله الله يشهد اذا انا زبطت معي وكل شيء وهذا زي ما تقول. هذا حلف هون ها؟ والله العظيم هذا حلف اتحاد الثلاث فرسان. طبعا اوكي اذا ان شاء الله يا رب وكل شيء اموري هيك. انت قلت علعت خلاص. وغير مثلا احنا بنحكي كثلاثه مثلا اثنين مثلا هذا هلا كل واحد يحكي بدوره. انا كانا بتعرف شو بعمل؟ انت قلت شو بتسوي شو هذا؟ ولا شيء. الا ما فيها الا ما فيها الا ما فيها اغنيه لانه قلنا قبل مره مزبوط. بمسك الجيتار بعمل له اغنيه بعمل له اغنيه هيت بعمل له اغنيه بديش شيء اغنيه وانا بساعده. تقدمه من خي لخيو. تقدمه وعد شرف من فارس لفارس. هادي هيك و ويروح يطلع فيها و... اوكي بتجيبه على الشو تبعك بتخليه بيدي الشو. اكمل عم بك... اكمل
والاغنيه بعد ما هذا ان شاء الله بالضبط اي شيء لفتره معينه عشان هو كمان يقلع هلا خلص انه كانه فتح الباب يعني. وانا اي شيء بالنسبه لي يعني اموري مثلا شو ما بعرف شو حفلات ميتنج دائما مع بعض احنا نجوم السار اكاديمي مع بعض فلان وفلان مع بعض مع بعض مع بعض اموره تزبط اوكي تيقلع بيقلع له من حدا مثلا قلع هذا الله معك انا واعد شرف صح وما بدي شيء لا احكي كل ما فيش بشكل نادر انت مقلع بتونس الحمد لله لحياتك على تونس ان شاء الله انت مقلع بتونس ان شاء الله كويدر عم يدفش بالاردن وسعد عم يدفش بلبنان شو بتعمل يا كويدر شو بتعملنا يا شو بتعمل يا نادر لكويدر ولسعد شو بتعمل لهم هني انت بتونس انتبه هني واحد بلبنان واحد بالاردن بدك تعذب بدك تحط من وقتك بدك تضحي من وقتك بدك تضحي من سرعه شهرتك ها تتساعد هالشباب شو بتعمل لهم يا يعني بلع في الاردن ساعه انت 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 بتونس ملا اي ملا في تونس ملا في الاردن وفي لبنان في كل اوكي في كل مكان اوكي ما احنا على هذا بس كل مغيب بحكي برشا اوكي بس سر سرقات بتسمح لي انه يعني اي شيء مثلا انا مثلا اي شيء من نادر مثلا نادر انت ضبط معك مثلا اوكي مثلا مثلا اي شيء منك اي شيء منك بخليني اقلع شو بتعمل انه كي انت بتونس انتبه وتتجي لعندهم وتساعدهم فهمني كثير مني على السؤال تتجي لعندهم وتساعدهم بدك تضحي من وقتك بدك تضحي من بيتاخر السيدي تبعك بيتاخر الفيديو كليب تبعك اسمعني كثير منيح في تضحيه كثير قويه لانه انت بدك تحط مثل ستوب اذا بدك او مش ستوب مثل باوز باوز لشهرتك ولا شغلك ها لتهتم باخوانك اثنين شو بتعمل لهم؟ اني كيف افكر الايامات اللي عديتهم معهم والعشره اللي قضيناها مع بعضنا ديريكت نحاول نعطي من عندي نعطيهم الطريق اللي تبعته شو ماني تبعته ويني نقول لهم عليه ويتبعوه وكان ما زبط انا ما زبطش معهم انا ما زبط معهم الطريق هذا نحاول ندخلهم في البزنس نتاعي مش بزنس مش ندخلهم 100% البزنس نتاعي بنحاول جزء معناها مش يعني يعني جزء. انت ما انت ماشي مثل النار بتونس عم تغني فرنسي وانجليزي وعم تكسر الدنيا واسبانيولي بتجيب هالشبان يغنوا لك غنيتين مثلا عربي بالكونسرت تبعك بالحفلات تبعك على طول بتقول انه هن مضمونين معك نعم متكامل بتساعدهم بتعمل فيديو كليب معهم بتعمل غنيه كليبكم سوا شيء كثير اوريجينال بتساعدهم يغنوا بتعملوا هالاشياء ايه هيك بدي اياكم تفكروا هيك بدي اوصلكم عليه انا كنت فكر العشره والاخوه عشان هنا والصحبه عشان هنا ديريكت نخمم مش نعاونهم يو كان نوت لوز ات ما في تخسرهم ايفر بالعكس كنا نعاونهم اي نربح اي اكيد كنا نعاونهم هم يربحوني ربحهم يربحوني 100% انتوا هون صرتوا اخوات تعملوا كليب تعملوا كليب مثال عربي وانجليزي وفرنسي خلطوا اكيد يطلع حاجه اوريجينال شيء اوريجينال كثير ليه لا سعد نفس الشيء ما قلته انت ما قلت اللي كنت بدي اقوله انا قلته انت مقلع والشباب طاجين الطاجه العجيبه عم يحكي عليك هيداك بدي هيداك انا عم بحكي عن واحد يعمل الشنطه عم يتشمس عم يتشمس قد ما زهق طلع البيانو لبرا على الشمسات عم يتعلم بيانو بالشمس وصار لعنده صار اسمر ماكسيموم ما بتعرف هذا نادر صار غير لون كليا انا شفت ايديه احتريوا من هذا كويدر قاعد